فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر فهل يجوز لي أن أصلي التحية مع أنه وقت نهي؟ مسألة فيها خلاف قوي. من قدم عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اعتبر هذا من ذوات الأسباب فإنه يصلي. هذا قول كثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم. وإن قدم عموم النهي عن الصلاة بعد العصر فجلس فلا حرج عليه، لأن هذا قول طوائف كثيرة من أهل العلم. فهذا من تعارض العمومين، هذا من تعارض العمومين، عموم الأمر بالصلاة عند دخول المسجد في أي وقت، وعموم النهي عن الصلاة عن جميع الصلوات في صلوات النوافل في وقت النهي. فبعضهم يقدم عموم النهي عن الصلوات النوافل، وبعضهم يقدم عموم الأمر أو عموم النهي عن الجلوس. فالمسألة خلافية وخلاف قوي، فمن صلى فلا ينكر عليه، ومن جلس فلا ينكر عليه، لأن كل واحد له مستند. نعم.